شرطي في محافظة نينوى اشترى سيارة أو عفوا اشترى قطعة أرض وشيد عليها بيت، أجبر على الاقتراض من ناس. هاي الناس قنعوه أنه بموضوع شراء سيارة ويأخذ عليها قرض. هو طبعا عنده يعني مصاب بشلل أحد أبنائه وعنده مشاكل يعني في مواضيع عائلية، فلذلك هذا الموضوع كان مثقل على كاهله بالمصاريف. اتفق مع شخص للحصول على قرض بمبلغ 50 مليون دينار، تم اصطحابه إلى واحدة من هذه الشركات بحجة الحصول على سيارة بمساعدة المصرف، ويتم بيع السيارة وأخذ المبلغ حتى يكمل موضوع بيته وعائلته. تم ترتيب الموضوع بالكامل. بعد فترة اتصل بالوسيط قال له أنه تم إلغاء الموضوع ككل وخلص القرض، ماكو قرض. اتضح فيما بعد أنه لا، هذا الشخص الوسيط ما أخذ القرض، يعني مارس عليه نصب واحتيال وما أخذ هذا القرض. هذه الحالة اليوم أصبحت يعني موجودة بشدة في مجتمعنا وبكثرة. هذه المكاتب الناس أصبحت تثق في موضوع القروض وتتحمل فوائدها على رواتبهم، وهي بالمقابل غير مضمونة وتتم عبر وسطاء، وفي الغالب هي تصل إلى موضوع النصب والاحتيال. حتى ندخل إلى تفاصيل هذه القصة أكثر، نشوف هذا الشخص اللي هو سيف من الموصل يتحدث لنا عن اللي صار وياه. أنا سيف علي فهد، أداوم شرطي قيادة شرطة محافظة نينوى، داوم قبل 2014 وما تركت الدوام، ورجعنا من سبايكار قدنا بالمعارك وشاركنا بالمعارك بالجزيرة ومكحول وبالأسمدة ومحافظة نينوى قاعدة قيارة، وبعد التحرير يعني تدري بيوتنا تهجولت، ما عندنا بيوت، رجعنا على ماكو شيء قدامنا. قمت بشراء قطعة أرض وكملت بيت، عمرت بيت، ورا ما عمرت بيت تمرض ابني، عندي ولد تمرض، ابني مش صار بمرض شلل بالقولون، وسويت عمليات ولحد الآن أراجع به، تراكم علي الدين صار 30 مليون برقبتي، فانجبرت أني أقدم أدور لي وسيلة قرض، أدور لي سلفة من أي مصرف حكومي لكي أخذ وأسدد ديني. قدمت على قرض عند شخص اسمه علي حسين علي من قضاء البعاج، 60 مليون، صك 60 مليون، 10 له و50 لي، هذا اتفقت معه. شلون الطريقة؟ الطريقة قال اسحب نقدم على السيارة بالشركة، بشركة فيصلية، ما نستلم السيارة، نستلم اصك من المصرف. قال انا متعامل مع مدير المصرف، يا بخير ان شاء الله. انا انجبرت اني أقدم أني أشوف لي أي وسيلة أسحب قرض أو سلفة من المصرف. قدمنا كملنا إجراءات بالشركة الأصولية، بعد البحث والتحري قال الشغلة إلغت، قال ماكو شيء، إلغت الشغلة. بعد البحث والتحري ورحت للشركة، يابا أنا قدمت، إيش صار ما صار بشغلتي؟ قال يابا هذا طلع ساحب السلفة باسمك وماشي مصرف الرافدين فرع 112. رحت على مصرف ياب شلون؟ قال انت ساحب 55 مليون، هسه عليك بالمصرف 55 مليون، وهسه عالدولة قطعوا راتبي، وقفوا بطاقتي المصرف، وصار لي 5 اشهر انا اداوم بدون راتب، انا احد منتسبي شرطة نينوى اداوم بدون راتب، والدولة وقفت راتبي، والناس عندي بالبيت هسه الطالبان بحقه، وما عاد اعرف شو اسوي، وانا اشد قائد الشرطة، انا اشد المحافظ، أنا أشد عبد الرحيم الشمري أنه ينظر بقضيتي، أنه يقف معاي لكوني أني مظلوم، وأنا أشد عبد الرحيم الشمري، أنا أشد قائد الشرطة، لأن قائد الشرطة أنا مرجعي على قائد الشرطة هو اللي يقف معاي، يعني أنا أداوم بدون راتب وأداوم مجاني وحقي ماكو، والناس واقفة علي، والفضل لله ثم للشيخ حاكم الدحام اللهيبي أبو خميس جزاه الله خير، هو الواقف معاي، هو اللي يصرف علي، هو اللي معتني بي. الناس اللي تعرضوا لعمليات نصب واحتيال؟ 13 واحد تعرضوا. هذول تعرضوا مع كل من هو حيله، اللي ظهره قوي خذ حقه، واللي ما عنده حظ ظل. قدم دعوة بمحكمة، قدم دعوة انحالت على قوى الأمن الداخلي، وهذاك هو موجود، وأنا حقي راح
والمصرف عليه 50 مليون. هسه قبل كنت مطلوب دين عرب، هسه صرت مطلوب دينين، مطلوب عشائر ومطلوب للدولة، وراتب ماكو، وقف راتبي صار لي 5 أشهر أداوم مجاني.